بحضراتكم مرة أخرى، كل عام وحضراتكم بألف خير. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب الشهر المبارك وروحانياته الجميلة واستعداد المصريين لهذه الأيام المباركة، بدأت وزارة الأوقاف الاستعداد في المساجد بطرق اختلفت كثيرا كثيرا عن السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد جائحة كورونا بشكل مباشر. مع بدء انتشار الزينة في الشوارع المصرية ابتهاجا بالشهر المبارك، بالفعل شهدت محافظات مصر برعاية مديريات الأوقاف المختلفة انطلاق أكبر حملة لتعقيم ونظافة المساجد ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان. بالطبع المزيد من التفاصيل حول استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، شرفنا أن ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. برحب بحضرتك معنا يا دكتور على تلفزيون اليوم السابع، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ساره وبكل متابعين حضرتك ومشاهدين حضرتك، وبنقول لكل العالم كله يا رب دايما نكون بخير معانا. حضرتك بألف خير. بالبداية يا دكتور، لو حضرتك تشرح لنا أهم الاستعدادات اللي نفذتها أو بتنفذها بالفعل وزارة الأوقاف استقبالا لشهر رمضان. يمكن شهر رمضان ده إن شاء الله هذا العام هيكون فيه أمور كثيرة جدا غير مسبوقة في الأعوام الماضية. الاستعداد مبكر جدا لشهر رمضان، معالي الوزير تم عمل عقد اجتماع مع معاليه بقيادات القطاع الديني بوزارة الأوقاف لوضع خطة منهجية استعدادا لشهر رمضان والاهتمام ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى. يمكن في إطار الاهتمام ببيوت الله عز وجل ونظافتها وتهيئتها، تم إطلاق الحملة الشاملة لنظافة وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية. بدأت الحملة أمس وإن شاء الله هي ممتدة وتستمر إن شاء الله بإذن الله حتى بدء الشهر الكريم. في كل المساجد في كل ربوع الجمهورية الحملة قائمة وعلى قدم وساق. الأمر الثاني، الخطة الدعوية الأساس في إن شاء الله بإذن الله في شهر رمضان، إحنا بنبشر من خلال حضرتك والتلفزيون اليوم السابع، بنبشر كل رواد المساجد إن شاء الله أن صلاة التراويح ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبدون قيد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو رواد المسجد توافقوا مع الامام ان هم عايزين يصلوا صلاة التراويح بجزء احنا ما فيش مشكلة، لو حبوا ان هو يبقى في تخفيف على المصلين برضو ما فيش مشكلة، وتركنا الامر في هذا المجال الى ما يتوافق عليه رواد المسجد والامام الذي سيصلي بهم صلاة التراويح. لكن بنقول دايما وبنسعى ان الرسالة دون يعني بنخفف على الناس بدون أن نثقل عليهم التخفيف والتيسير ومبدأ وزارة الأوقاف. عايز أسأل حضرتك يا دكتور، هل ده يعني أنه يعني هنشهد أي شكل من أشكال الإجراءات الاحترازية؟ لو حضرتك توضح لنا هتختلف من ناحية إيه؟ هو ده إحنا دايما وأبدا بنقول أن إحنا مع أهل الطب وأهل التخصص في هذا المجال، هما دايما وابدا هم لما ايام ما كنت ايراد كورونا وكانت الامور احنا كان الزامي ان كل الناس لابد من التباعد والاجراءات الاحترازيه، كان الكلام ده في الاعوام الماضيه، ولكن مع الان النهارده يعني الامر الحمد لله اخف بكثير جدا من الاعوام الماضيه. لكن احنا بنقول ان التعقيم والتطهير دايما وابدا بيكون في المساجد، والمساجد يعني كلها مهيئه بل ضيوف الرحمن في هذا شهر الكريم. ويمكن احنا مع صلاة التراويح هيبقى مش الامر قاصر فقط على الصلاة، لكن احنا بنقول ان هيبقى في مع صلاة التراويح في خطيرة بسيطة بين التراويح، وبعد صلاة التراويح ان شاء الله هيكون في درس اسمه درس الطهرة، وده يعقد لاول مرة في وزارة الاوقاف انه يكون تحت مسمى درس الطهرة بعد صلاة التراويح. كمان عندنا خاطرة بعد صلاة الفجر 5 دقائق، ده بخلاف بيبقى في درس العصر اليومي. كمان عندنا الملتقى الفكر اللي هو هيكون في كل محافظة، المسجد الرئيسي في المحافظة هيكون الملتقى الفكري بعد صلاة التراويح، وهيكون عندنا في القاهرة إن شاء الله في مسجد مولانا الإمام الحسين يضم الملتقى الفكري نخبة متميزة من قادة الفكر والثقافة والمعرفة، أكثر من 50 عالم ومفكر هيكونوا موجودين معنا إن شاء الله بإذن الله في صلاة التراويح في ملتقى الفكر الإسلامي بعد صلاة التراويح. ويمكن ولأول مرة في وزارة الأوقاف صلاة التراويح تؤدى في مسجد مولانا الإمام الحسين، يؤدي صلاة التراويح كبار القراء المشهورون على مستوى العالم الإسلامي في مصر،
هم من يؤدون صلاة التراويح كل يوم، هيكون في حد من كبار القراء والذي يقوم بأداء صلاة التراويح. يعني أي حد عايز يصلي في مسجد مولانا الإمام الحسين مش هيسأل هو مين اللي هيصلي التراويح، على أنه عارف أن كل يوم هيبقى في حد من كبار القراء هو بيصلي صلاة التراويح. هذا بخلاف أن في ساعة هذا العام أيضا أن هيكون في صلاة التهجد، يمكن عشان يحدعوا كورونا قبل كده ما كانش في الأمر ده، لكن إحنا إن شاء الله بإذن الله هيكون في صلاة التهجد. وإلى الآن إلى الآن الوقت بكلم حضرتك فيه أن إحنا المضبيات الإقليمية على مستوى الجمهورية حتى تاريخه عندنا 10460 مسجد سيؤدى فيه صلاة التهجد، وعندنا مساجد أيضا هيكون فيها الاعتكاف، عندنا 3201 مسجد هيكون فيه اعتكاف. ومن خلال حضرتك برضه بنقول أن لو في مساجد تانية في ناس تانية بخلاف العشرة آلاف مسجد صلاة تهجد عايزين يكون في تهجد، إحنا ما عندناش مانع. يعني العدد ده مش فقط قيد وحصر، لا ممكن يزيد هذا العدد. كذلك المساجد التي سيكون بها صلاة التي سيكون بها سنة الاعتكاف هو أيضا ممكن متاح أن هو يزيد إلى أكبر من كده، دائما في توافق بين المشرف الإمام في المسجد وبين المصلين. دكتور ممكن تكلمنا أكتر عن يعني كما ذكرت حضرتك الاعتكاف والتجهد، هل في شروط معينة حتى يكون مسموح بشكل كامل للمواطنين؟ صلاة التهجد احنا عارفين هي طبعا بتبقى بعد الساعة 12، وده الأمر فيها متاح لأي حد هو ربنا يديله الصحة وهو عايز يصلي في المسجد، ما فيش أي مشكلة. احنا ما عندناش مش هنقول مين اللي بيصلي ومين اللي ما بيصليش، هو الأمر متاح توافقي بين رواد المسجد بين إمام المسجد. أي حد عايز يصلي صلاة التهجد في المسجد احنا مش يعني ما فيش أي ممانع وما فيش أي مشكلة. والاعتكاف بتقول أن بيبقى في مكان في الاعتكاف ومكان مهيئ، والأمر كله أساسا فيه لابد من المحافظة على قدسية المسجد وعلى عظمة المسجد وعلى مكانة المسجد. وإن شاء الله ده في ترتيبات هتكون مسبقة بين كل إدارة وكل مسجد، هيبقى في ترتيب وتنظيم لأمور الاعتكاف إن شاء الله بإذن الله. ولكن بنقول أن الوزارة يعني بتبذل أقصى جهدها لخدمة بيوت الله عز وجل وتهيئتها للراكعين والساجدين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو في إقامة سنة الاعتكاف وسائر الشعائر بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزة دكتور يعني ختاما أسأل حضرتك عن أهم النصايح اللي تديها للمواطنين خلال هذه الفترة، وطبعا بالنسبة للمخالفات اللي بتخص التعليمات والإجراءات الاحترازية هل هيكون في عقوبات أم لا؟ وطبعا يعني نصيحة حضرتك خلال الفترة القادمة. يعني هو احنا مش بنتكلم على الفترة القادمة أو السابقة، احنا بنتكلم دايما وأبدا هو الإسلام جي عشان يحافظ على الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان دون نظر إلى لغة أو طبيعة أو عقيدة أو لون أو جنس. فالإنسان لازم يبقى يعني يحافظ على نفسه ويحافظ على الآخرين. إحنا يمكن شايفين أن جائحة كورونا الحمد لله بإذن الله، لكن دايما وأبدا الإنسان لو حس أنه تعبان خلاص هو الإنسان ممكن يعني أنه هو يصلي بيته طالما أنه مريض وأنه تعبان عشان خاطر يخاف على نفسه ويخاف من مخالطة الآخرين. ودايما وابدا الوقايه خير من العلاج في اي مكان، سواء كان في جائحه او ما فيش جائحه، لازم الانسان يلتزم دايما وابدا بالحفاظ على النظافه التي هي شعار واساس في الاسلام. وان شاء الله باذن الله يعني مش هيكون في اي مشاكل خالص، ان شاء الله باذن الله ستؤدى ان شاء الله شعائر شهر رمضان وصلاه التراويح وصلاه التهجد. والشعب المصري عنده وعي كبير جدا الحمد لله، وعنده ثقافه كبيره جدا ومختلفه ومتنوعه، وإن شاء الله يكون هذا الشهر الكريم كريم علينا وعلى كل العالم كله يا رب بكل خير ويمن وبركة بإذن الله. نشهد هذا الشهر على كل خير. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، كل سنة وحضرتك بألف خير وشكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. كل سنة وحضرتك طيبة وكل متابعين حضرتك وكل العالم يا رب دائما وأبدا في خير وسعادة. وحضرتك بألف خير، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مستمرون في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع، أشكر لكم طيب المتابعة وهذه تحياتي سارة إسماعيل وإلى اللقاء.